ولتسليط مزيد من الضوء على انتشار متحور أوميكرون في صفوف التلاميذ وكيف يؤثر عليهم، ينضم إلينا الدكتور الطيب حمضي من مدينة العرائش. مساء الخير دكتور. في البداية، كيف يؤثر أوميكرون على الأطفال أكثر من المتغيرات السابقة؟ هل فعلا عدد الأطفال الذين أصيبوا بهذا المتحور أكثر؟ ماذا عن طبيعة الأعراض، وماذا أيضا عن نقل العدوى فيما بينهم وللآخرين؟ مساء الخير. بالنسبة للأوميكرون والخصائص دياله اللي كتميزه عن باقي متحورات اللي سبقت عرفوها الأطفال والمدارس لا في المغرب ولا في العالم، أولا هناك بعض الإحصائيات في عدد من الدول اللي وفرتها مع أوميكرون، عندنا ارتفاع ديال عدد إصابات بالأطفال ما بين 3 و4 مرات أكثر من المتحورات السابقة. عندنا تقريبا كل 1000 إصابة ديال الأطفال بالكوفيد 7 ديال الأطفال كيمشيو للمستشفيات، ماشي بالضرورة الأقسام الإنعاش، ولكن عموما كنعرفوا بأن لحد الساعة رغم هذه الإصابات الكبيرة ورغم أنه كنسجلوا حالة ديال الأطفال في العديد من الدول في أقسام الإنعاش، ولكن مع ذلك عموما مقارنة بالإصابات الأعداد ديال الحالات الخطيرة قليلة. بالنسبة للنقل ديال الفيروس في المدرسة، كان الحرص هو أنهم الأطفال ما ينقلوش الفيروس بعضياتهم، ما ينقلوش الطاقم الإداري والتربوي، وما ينقلوش الفيروس للأسر ديالهم، والعكس كذلك ما ينقلوش الفيروس من الأسر ديالهم للمدارس. الأطفال اللي كيتصابوا بكوفيد من العموما اللي كيتصابوا بكوفيد كنا كنعرفوها مع المتحورات السابقة، ما كينقلوش بنفس الدرجة ديال الكبار، اللهم إلا كان عندهم أعراض. اللي كيكون عندهم الأعراض كينقلوا الفيروس، ولهذا من المهم جدا الأسر اللي عندها أطفال عندهم أعراض ما يرسلهمش للمدارس حتى يديروا التست ديالهم، وكذلك ملي تظهر أعراض عند الأطفال في الأقسام هادو هما اللي كيكونوا كينقلوا الفيروس أكثر، يمشيوا يديروا التست ديالهم ويديروا العزل الصحي ديالهم للمدة. هادو هما الخصائص بالنسبة لك أوميكرون مع الأطفال. طيب دكتور حمضي، نحن في معركة أمام متحور خاصيته الأساسية أنه شديد العدوى، كيف بالإمكان أن نعمل على حماية الأطفال من الإصابة به خاصة في هذه الأسابيع القليلة الماضية وربما المقبلة بسبب تشابه الأعراض مع عدد من الأمراض الأخرى، الإنفلونزا مثلا؟ هذا هو التحدي الحقيقي اليوم أمام الأطفال والمدرسة. أولا عندنا أوميكرون شديد الانتشار، والأطفال مع الأسف ما كيمكن لهمش يستعملوا يعني بطريقة احترافية الكمامات والتباعد وغيره. ثانيا عندنا أطفال اللي هم في مدارس اللي ما ملقحينش، اللي ما وصلوش للسن ديال التلقيح لحد الساعة، وبالتالي هما عرضة للانتشار ديال الفيروس. عندنا تحدي كذلك أوميكرون سريع الانتشار، ولكن كذلك الشراسة ديالو بالنسبة للناس الغير ملقحين أو لم يسبق لهم الإصابة بكوفيد، مع ذلك الشراسة ديالو لا تقل إلا ب 25% عن الشراسة ديال الدلتا. وعندنا التحدي الكبير جدا كيف نحافظ على تعليم حضوري للأطفال كل ما أمكن لمواجهة هذه الأشياء هذه. أولا الحل ماشي عند الأطفال هما الأولين، الحل عند الكبار، خص الكبار يكون تلقيح واسع، خص الكبار يحترموا الإجراءات الاحترازية في المنازل وفي الأسر ديالهم. كل ما نقص الفيروس في المجتمع غادي ينقص عند الأطفال، غادي ينقص في المدرسة. كذلك الوليدات ديالنا صغار اللي عندهم أعراض ما يمشيوش للمدارس، الأعراض كتخالط بحال اللي قلتوا في السؤال، كتخالط الأعراض ديال كوفيد وأمراض أخرى، وخصنا نعرفوا على أنه الوليدات ولا حتى الكبار اللي عندهم الأعراض السخانة ولا الكحبة ولا الجهاز الهضمي عندهم اعراض، خصنا نعرفوا بلي تقريبا 50% فيهم راه غادي يكون عندهم الاحتمال ديال كوفيد. فاذا الاحترازات في الاسر وعند الكبار هما الاولى، والتلقيح عند الكبار هما الاولى باش نحميو المدرسه ديالنا. نعم دكتور طيب حمضي، الاسر كلها عندها نفس الهاجس المتصل بتطعيم الأطفال دون 12 سنة، هل تظنون بأن المغرب سيمر إلى تطعيم أطفاله دون هذه السنة؟ أولا نعم، من حيث الأطفال اللي عندهم أقل من 12 سنة واللي هما عندهم أمراض مزمنة، اللي عندهم أمراض ديال المناعة، عندهم أمراض ديال السرطانات، عندهم السكري، عندهم أمراض أخرى، عندهم سمنة، هادو اللجنة الوطنية للتلقيح عطات توصية باش يتفتح هذا الباب هذا امام الاسر ديالهم باش يتحموا، لان ما كاين حتى شي معنى لهادو اطفال عندهم كيتعرضوا ملي كيتصابوا بكوفيد كتكون عندهم حالات خطيره، وبالتالي هادو اولويه في التلقيح ضروريه. بالنسبه لباقي الفئات، بلادنا بقى ما فتحتش هذا الباب ديال تلقيح الاطفال اقل من 11 سنه، ولكن هذا مفتوح على التطور ديال الوضعيه الوبائيه مستقبلا على هذا المتحور، على واش غادي نحتاجوا بالضروره تلقيح الاطفال
ديال 11 سنه. وما ننساوش بانه الاطفال ديال اقل من 11 سنه حتى هما كيمشيو للمستشفيات، حتى هما كيمرضوا بكوفيد وبالمنزومه ديال ما بعد كوفيد. وكذلك اللي ما كنعرفوش اليوم هما هاد الاطفال اللي كيتصابوا واخا ما كتكونش عندهم الاعراض، واش غادي يتصابوا من بعد بكوفيد على المدى الطويل او لا؟ هادو اشياء عندنا اسئله عليهم. ولذلك نبداو اولا بالتلقيح ديال الكبار، نعم، بالحمايه ديال الناس الكبار وبالاجراءات الاحترازيه، ومع التطور ديال المعطيات العلميه والوبائيه انا ذاك يكون الحديث على الاطفال اللي اقل من 11 سنه. شكرا لك الدكتور طيب حمدي الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحيه، كنت ضيفنا عبر الهاتف. شكرا.